تو آج کی دوسری نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. اس کے لیے میں دعوت دوں گا برادر کبیر، عزت مآب استاذ القراء اور ہمارے اس ادارے علامہ اقبال پرنسپل علامہ اقبال پبلک سکول کے سینئر اساتذہ میں سے جن کا نام ہے اور شعبہ تحفیظ القرآن کے نگران اعلیٰ ہے، میری مراد عزت مآب قاری محمد اعجاز صاحب ہیں. ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشست کا آغاز فرمائیں. اور ان کی آمد تک اتنا ضرور کہوں گا کہ سنائیے نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سنائیے نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر ہم صاحب انوار ہو جائیں. تو آپ حضرات کی بھربور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں مائک پر استاذ القراء قاری محمد اعجاز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده
تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى أم كان من الغائبين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتقول الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه
صدق الله.